والآن نستعرض مع حضراتكم هذا الفيلم التسجيلي عن رحلة بناء هذا الصرح العظيم. شباب مصر والعرب وإفريقيا، أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية. بين الخيال والواقع حلم بيحتاج طاقة إصرار وعزيمة تحوله الحقيقة. طاقة شباب أحلامهم بتكبر يوم عن يوم، ورغم صعوبة الاختبار الاختيار كان الحل الأصعب. جمهورية جديدة، كلمة السر فيها الشباب. جمهورية جديدة مش مجرد تطوير وتعمير، دي وطن بيتنفس بولاده وروحه وعزيمته. هم شبابه اللي بتتبني عليهم وليهم كل أحلام المستقبل. علشان كده لما بنحكي حكاية الوطن بنحكيها بطموحنا، بطموح الشباب اللي جري على الفرصة وما استناش الصدفة. أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، فإن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً. الكلمات دي كانت هي نقطة البداية لإطلاق مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب في 2017، المشروع القومي لبناء الإنسان. والهدف ده كان بمثابة معركة، أول طريق الفوز فيها كان الإيمان بيها، وأبطال المعركة كانوا إحنا، الطاقة اللي دورت العجلة من تاني ورجعت لمصر هبتها ومكانتها. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية. هي الفكرة في البداية كانت إرادة الدولة إن تنشئ مشروع قومي معني ببناء الإنسان، ففي الأصل هو مشروع نجاح لدولة أكتر من هي مجرد مؤسسة تدريب. تمكين الشباب كان أولوية الإرادة السياسية، وده مش تحدي سهل، ده قرار جريء من دولة مصدقة أحلامنا ومؤمنة بيها. وبالثقة دي بدأت رحلة التمكين، وأول خطوة التأهيل والتدريب قبل التمكين. أطلقنا مجموعة مدارس تأهيل للقيادة، وكل مدرسة تخصصت في مجموعة برامج. PLP البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، البرنامج اللي ابتدى قبل بداية الأكاديمية، ومن خلال طموح الملتحقين به ظهرت فكرة الأكاديمية من الأصل. قدراتنا حسمت المسألة وأكدت إننا على الطريق الصحيح، وده حملنا مسؤولية أكبر، فطورنا أساليب عملنا وصممنا برامج مبنية على احتياجات مؤسسات الدولة. البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP بيستهدف الفئة الشبابية من سن 30 ل 45 سنة من السادة العاملين في أجهزة ووزارات الدولة المختلفة، وإن شاء الله الفترة الجاية هنبدأ نستهدف من ضمن خططنا باقي القطاعات الأخرى التي لم تستهدف بعد. لأن الشباب اللي بيمثل مصر في المحافل الدولية لابد يكون مؤهل لنقل صوت وصورة مصر بشكل يفهمه كل العالم، أطلقنا برامج لإعداد المرشحين للعمل بالدولة المصرية أو تمثيلها بالمكاتب بدول العالم المختلفة. وكملنا الخطة بمجموعة مبادرات لتأهيل موظفين الشباك الأمامي اللي بتطوير أدائهم هنحقق فايدة كبيرة للمواطن. خططنا اتبنت على تكامل وتواصل مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية بشكل يحقق رؤية مصر 2030. I see that everyone is here to learn, of course, and develop themselves, but they're developing, I think, as part of something. I think that's something with Egypt. هذه الأكاديمية بتعمل هي خلق الصفوف الثانية وتمكين الشباب. علم مع خبرة عملية بلا شك إنه هيدي في الآخر نتيجة إيجابية جدا للناس اللي جاية. They have a kind of a memorandum of understanding on how to cooperate with each other. مشروع قومي عملاق خلال السنين الجاية هيتعرف قيمته كويس. رحلتنا في التدريب ومن أول يوم وإحنا مقررين إنها مش هتقتصر على قاعات الدراسة بس، عشان كده اهتمينا بممارسة الأنشطة الرياضية والفنية، واهتمينا كمان بزيارة المشروعات القومية،
وكان أهم محور في الرحلة التدريب الميداني، فنزلنا المكاتب متخذي القرار. دور مهم كمان قمنا بيه وهو تقديم خدمات استشارية لمؤسسات حكومية، على سبيل المثال مركز سقارة للتنمية المحلية وبعض المراكز التدريبية بالمحافظات، فكنا أول مؤسسة حكومية تساهم في إعادة هيكلة مؤسسات حكومية. رحلتنا اختلافها في أننا فاهمين قدراتنا وعارفين طموحنا بتوصل حدوده لحد فين، وواثقين أننا مع بعض نقدر. معايير جيدة جدا ورفيعة المستوى. مش بتدرب شباب بس، مش مركزة على الفئة من 20 ل 30. فرصة للتعلم أكثر منها للترقي. توسعنا وأطلقنا برامج لتأهيل شباب القارة السمراء. إحنا جزء من أفريقيا ودورنا مهم في تأهيل قيادات تبني مستقبل واعي للقارة. كان فيه اهتمام، وده كان تكليف من السيد رئيس الجمهورية بأفريقيا، فأطلقنا برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة في 2018، وخرجنا منه 3 دفعات. من نجاح فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، عندنا طموح أن يكون عندنا نموذج عربي للشباب العربي للقيادة، وكان عندنا خطة. الحقيقة كورونا وقفتها، وكانت توصية في آخر مدة شباب عالم بالتأهيل الشباب يقولوا متوسطي. Africa was dead, you lead in top of a game. Africa, you lead in true MPOP. For the Africa one, now you can see as it goes. Unity flow, Egypt is home, thousands ago. Yeah, yeah, the Africa one. ورغم صعوبة الطريق كملنا المشوار، حتى لو جائحة كورونا اضطرتنا لتغيير الخطط. حصلنا على الاعتماد من أهم مؤسسة عالمية لاعتماد مؤسسات التدريب، المجلس الأمريكي لاعتماد المؤسسات التدريبية ACCET، واللي أشاد إن الـ NTA مؤسسة بلا أخطاء، ولأن العلم بيتطور كل يوم كان لازم نشارك تجربتنا مع المؤسسات العالمية، فعقدنا شراكات وبروتوكولات مع أهم المؤسسات الدولية. لكننا كنا واعيين إن الأهم من البناء على التجارب والنماذج الناجحة هو تطويعها لملائمة تجربتنا وواقعنا في مصر. قطعنا مسافة كبيرة كنا فيها قد المسؤولية، رحلة على طول محطاتها، شفنا شبابنا في مناصب قيادية، محافظين ونواب محافظين، معاونين للوزراء، وصوتهم مسموع في مجلس النواب والشيوخ. احنا مؤمنين كده ان احنا بنعيد صياغة المستقبل. مصر رجعت شابة من تاني، وبإيدين الشباب المبدع المتفوق والاستثنائي هنعيد صياغة المستقبل. استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، افتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.